لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن لدي أقوال أخرى. الفن من المفترض بل من الواجب أنه ما يعرفش إطلاقا تقسيم طائفي أو ديني أو سياسي أو عقيدي أو لوني. الفن فن، والفن بالعكس، الفن هو عنوان ورسالة التسامح والسمو والتعايش والحرية والتنوع والتعدد. لكن النهاردة وإحنا بنعرض لكتاب مهم من حيث الشكل والمضمون والموضوع والكاتب، إحنا بنتوقف عند توصيف ليس معناه لا هو توصيف طائفي ولا إنه توصيف ديني، ده توصيف أمر واقع، قراية حقيقية لتاريخنا المصري، تاريخ الفن المصري، ولأنه فن طويل عميق جذوره في التاريخ ممتد لمئات السنين متنوع، سواء بنتكلم على فن له علاقة بالفن البصري أو الفن السمعي زي الموسيقى، بنتكلم في كل نواحي الفن. يعني مصر متجدرة، بقول لكم مصر أول بلد عرفت، أول بلد رسمت، هي اللي رسمت يعني على جدران معابدها لغتها أساسا فن. فخلينا نقول من الزاوية دي احنا هنتكلم عن كتاب الممثلون اليهود في مصر للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف الغريب. أهلا أستاذ أشرف. أهلا أستاذ إبراهيم، منورنا يا فندم. ربنا يخليك. أولا لازم نقف عند الكتاب كشكل الأول. نعم. دار الهلال، احنا الإصدار اللي قدامي ده إصدار ولا يعني كأنه قطع مجلة صحفي. نعم. مجلة المصور، لكن هو كتاب. نعم. كمان مش موجود مؤلفه على. نعم. الغلاف، وكتاب ألبوم صور مع إخراج صحفي، احنا قصاد حالة مختلفة للكتاب خالص. صحيح. توصف ده بإيه يا أستاذ أشرف؟ هو مبدئيا ده الستايل أو النسق اللي بنشتغل عليه في مركز الهلال للتراث الصحفي منذ إنشاء المركز قبل حوالي سنتين. يمكن احنا مؤمنين بأنه المستقبل، مستقبل القراءة في مصر مبدئيا يعني هيبقى مرتبط جدا بشكل الكتاب الصحفي. الكتاب اللي بياخذ او المطبوعه اللي بتاخد من الكتاب روح البحث والتدقيق والدراسه، وتاخد من الاشكال الصحفيه طبيعه الابهار فيها، نعتمد على الاخراج، على الصوره، عناوين كثيره، صور المفروض، على الورق الكوشي الفاخر. خلي بال حضرتك احنا بنحاول نجذب القارئ من خلال شكل مختلف شوية للكتاب، ما يبقاش الكتاب التقليدي اللي ممكن في زمن الإلكترونيات والإنترنت يبقى ملوش جاذبية أو ملوش حضور قوي عند عدد كبير من الجماهير. بس قطع الكتاب منزلي مش مواصلات. لا ده صحيح، تحطوا ألبوم في البيت كده وتنام على السرير وتقعد تفرده كمان. احنا عندنا في دار الهلال احنا يعني لنا نفتخر بأن احنا عندنا يعني كنوز وتراث كبير جدا من الصور والمادة الأرشيفية العالية جدا اللي بتميزنا عن كل دور النشر، سواء مؤسسات صحفية أو دور نشر عادية. فبالتالي من اللائق أنه إحنا نعرض كمان ما يحتوي عليه أرشيفنا أو ما نقومه من كنوز. جزء من عرض هذه البضاعة أو هذا الكنز الكبير هو أنه يتحط فيه إطار كبير يسمح لك بأنك تحتفئ بيه، فرد صور تبدأ تحط صورة الكاملية كبيرة، صورة رائع إبراهيم. طبيعة الإصدار ده كمان اللي هو ممثلون اليهود في مصر بتشتغل على أسماء ربما تكون مجهولة أو مغمورة في تاريخ الفن المصري بعضها. كله بعضها طبعا، وبالتالي عايز تقول للقارئ او للمتلقي انه دي اشكالهم او دي صورهم بشكل كبير بشكل. وفي الاخر بتكلم عن السينما والفن. نعم. فطبيعي. نعم. ان الملصق الله ينور عليك. الله ينور عليك. وحاله جماليه جدا. خدوا بالكم يا جماعه، مجله المصور الاصدار الاهم في دار الهلال كان نظير لمجله امريكيه شهيره وقتها اسمها لايف. صحيح. اللي هي كانت بتاعه الصور، فكان هنا المصور، عشان كده كنز الصور لدار الهلال مهم. وبعدين استخدمه استاذ اشرف في الكتاب بطريقه مجله الكواكب ساحرة. كمان هم كانوا مجله النجوم، الكواكب هي بالظبط كانت مجله الوسط الفني كله، مجله الحاله الفنيه. احنا كنا مهتمين طول الوقت، الزيدان بشكل عام مهتمه طول الوقت بالصور،
اول ما ادخلوا الطباعه الغائره، ده طبعا مؤسسي الدار يعني. بالظبط كده، اول ما ادخلوا الطباعه الغائره الروتوغرافور يعني اللي كانت تهتم بالصور، بدليل انه كل المطبوعات اللي كانت تعتمد على الصوره كانت تطبع في مؤسسه دار الهلال بمن فيها او بما فيها الكتيبات الدعائيه او البريس بوك الخاصه بافلام السينما. فبالتالي احنا اولى يعني ان احنا يعني نفرد الصور ونقدمها بهذا الشكل. صحيح. اذا هو كتاب مختلف من حيث الشكل ومختلف بتميز، مش مختلف لمجرد الاختلاف. انا عايز كمان بس اقول انه هذا الشكل البديع يرجع الفضل فيه للعبقري الكبير الاستاذ محمد ابو طالب، واحد من اهم الاسماء الكبيره في عالم الاخراج الصحفي في مصر. صحيح استاذنا كلنا، وعامل شغل في منتهى الروعه، وهو احد اسباب رواج وانتشار هذا الكتاب، المجهود الجميل والنظر الفنيه العاليه اللي قدمها الاستاذ محمد ابو طالب. صحيح ده مؤكد. نروح بقى الى مؤلف هذا الكتاب استاذ اشرف غريب، ليه اخترت الممثلون اليهود في مصر محورا للبحث ثم كتابا بهذا العنوان؟ اولا لانه منذ حرب 48، منذ النكبة الكبرى، حصل نوع من تغييب الفنان اليهودي عن المشهد الفني في مصر. بفعل السياسة بالتأكيد، بفعل الحساسية التلقائية اللي بقت تولدت لدى المصريين، لكن واقع الأمر في النهاية أصبح الفنان اليهودي كائن منقرض، أصبح نتحدث عنه كما لو كان تراث فولكلوري كده، نتكلم عنه بشيء من الدهشة وبشيء من الغرابة. النتيجة أنه في الآخر أصبح، عايز أقول أن قبل 48 ما كانش في حاجه اسمها الفنان المسلم والفنان المسيحي والفنان اليهودي اصلا. مع نكبه 48 ومع يعني نشاه الكيان الصهيوني، احنا بقينا قصاد فكره لاول مره يحصل نوع من نوع التمايز ده. حصل انما حصل عمر ما كان انت فنان يعني ديانتك ايه، وبالمناسبه في مصر ولا جنسيتك ايه حتى. صحيح. انا في افتتاحيه الكتاب كاتب عنوان اسمه الدين لله والفن للجميع. صحيح. انه المصريين عموما طول الوقت ما بيميزوش بين الفنان اللي بيحبه من بخانة الدين في الطاقة الشخصية. هو بيحب نجيب الريحاني المسيحي، بيحب وما عرفش المسيحي ولا مسلم ومكانش مشغول يعني، بيحب يوسف وهبي المسلم، بيحب ليلى مراد ورائي إبراهيم اليهوديتين، ما عندوش أي مشكلة على الإطلاق في أداء كل المسألة كلها ببساطة. هو بينتمي لفكرة التذوق الفني، بيحب انه يشوف عمل فني راقي وجميل. نفس الحكايه المبدع الفني، المبدع المصري لم يكن ينظر لنفسه كيهودي او كمسلم او كمسيحي، الى ان حدث هذا الانقسام الكبير بين المسلمون والاقباط من جانب وبين اليهود من جانب تاني، وتم تغييب الفنان اليهودي او الممثل اليهودي تحديدا عن المشهد الفني بعد 48 بفعل السياسه وبفعل الحساسيه، ولدرجه انه كل الاسماء الكبيره التي عرفتها مصر كممثلين يهود هي ابنة نصف الأول من القرن العشرين، يمكن باستثناء جمال وميمو رمسيس الثنائي العابر اللي جه في تاريخ السينما المصرية أواخر الخمسينات وبداية الستينات وهجر سريعا إلى بس. أنت قلت لنا في الكتاب إن ما كانش في مواقف انحياز ضد هؤلاء ولا فرز ولا إبعاد وإقصاء خالص. صحيح. أنت الكتاب كله عايش على نفي ده يعني. ده صحيح. لكن ده ما يروجه الإسرائيليون. ما هو اللي حصل إنه بقى فيه نوع من الهواجس الداخلية. ليس هناك أشياء طبيعية، ما حدش قال لحد أخرج. بدليل إنه في ممثلات في مصر يعني إستر شطاح وفيكتوريا كوهين استمروا يشتغلوا لغاية سنة 67 وسنة 71. يعني حتى بعد نهاية فترة الرئيس عبد الناصر المتهم دائما بأنه اضطهد اليهود، اضطهد الممثلين اليهود تحديدا. هذا غير صحيح بالمرة. اللي حصل ان هم اشتغلوا بشكل طبيعي جدا. من خرج خرج لأسباب انه حاسس انه أصبح غير مقبول، حاسس إن هو بقى في نظرة غير طبيعية غير معتادة لي مثل ما كان سابقا. بس الاعتزال والخروج والهجرة ده برضو شامل مسلمين ومسيحيين ويهود يعني طبعًا. كفنانين يعني ويوضح لك كم من مسلم اعتزل وكم من مسيحي اعتزل يعني. هي كانت فترة انتقالية حصل فيها نوع من التغيرات الكتيرة، لكن في النهاية يعني من بين عشرات الممثلين اليهود في مصر لم يخرج إلى إسرائيل أو الكيان الصهيوني هذا إلا ثلاث ممثلات فقط. لكن كل من خرج وكلهم على فكرة على مستوى أدنى في النجومية خالص يعني، ممثلات وفاشلات في الأغلب. حتى الشهيرة المتهمة بأنها راحت زي رأي إبراهيم، الأستاذ أشرف بينفي ده تماما في رأي إبراهيم في
لا رأي إبراهيم ما راحتش إسرائيل، رأي إبراهيم راحت أمريكا. يعني طلعت من القاهرة على فرنسا ومن فرنسا على أمريكا. لكن أنا بأكلمك حتى من آمنوا بفكرة أرض الميعاد، هم ثلاثة ظروفهم الاقتصادية كانت سيئة، ظروفهم الأسرية كانت سيئة. ممكن يكون مجال كلام بالتفصيل بعد كده، لكن عايز أقول أن ما فيش فنان مصري حقيقي يهودي كان مؤمنا بالفكر الصهيوني، فضلا انه عدد مش قليل منهم حضرتك شرح لنا انه هم اعتنقوا دين الاسلام. نعم نعم ده صحيح، مش قليل، كتير. لا 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 كتير يعني كتير، ومنهم فترات مبكره طبعا. وقبل يعني برضو من ضمن الكتابات، اصل خلي بال حضرتك جزء كمان من دوافع الدراسه دي الخلط والمبالغات، وصل الى حد الخرافات فيما يتعلق بتاريخ حياه هؤلاء الفنانين. وناس كتيره جدا افتت في اشياء من اول ديانه اسماء معينه ووصولا لدوافعهم للاسلام. من ضمن الكلام ده كان بيتقال ان هم اسلموا نوع من التوفير الحمايه ليهم. انه انت في فتره الحرب العربيه الاسرائيليه او في فتره الحرب العالميه الثانيه وبدايه دخول رومل والجيش المانيا بقى دخلوا وايطاليا بالظبط، والمانيا بتضطهد اليهود، فاليهود يخافوا يسلموا. هذا الكلام غير صحيح، لان في اسماء اسلمت قبل هذا التاريخ بكتير. عندنا شهاده، انا عندي شهاده ميلاد، شهاده اسلام نجم ابراهيم، اسلام نجم ابراهيم سنه 32 قبل حتى ما يبقى في احساس بازمه. لا ما كانش في اصلا دوله اسرائيل ولا دوله كان، ولا كان في ازمه كيان ومستعمرات الى بشكل واضح، وقصص حب يعني برضو. مش فكره قراءه وبحث في الديان اديان ويعني لقيت نفسها في الاسلام، يعني يا ست برضه هتتجوز والدنيا تمشي. يعني شوف حضرتك الكتاب من ضمن يعني الاشياء اللي انا كنت منتبه ليها انه ما يبقاش كتاب جافي. كتاب مليء بالمواقف الانسانيه ومليء بالحالات المهمه جدا، سواء كانت سلبيه او ايجابيه، لكنها في الاخر مش اتولد سنه كذا وعمل افلام كذا وخرج سنه صحيح. كذا صحيح، كتاب ممتع عموما لكل قارئ له، لكن وبادئ كمان بتصحيح معلومات تكاد تكون صارت قاعده كده ويتم تداولها. يعني مثلا عن ديانه عمر الشريف صحيح. الاصليه، عن ديانة الراقصة كيتي، أصلهم راحوا مش عارف كيتي أصلها كانت عاملة إسرائيل، كل ده هيحكوا لنا بقى الأستاذ أشرف غريب تفاصيله بعد ما نسمع ليلى مراد. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن عدنا لدي أقوال أخرى. الممثلون اليهود في مصر، للكاتب الصحفي الكبير أستاذ أشرف غريب. أستاذ أشرف، احنا توقفنا عند نقطة مهمة جدا، وهي نقطة المعلومات الخاطئة التي كانت تقدم وتروج بشكل يبدو وكأنه حقيقة نهائية عن بعض الممثلين والفنانين المصريين المنسوب لهم ديانة غير ديانتهم. وكمان يعني بعضهم اتهم بانه تعامل مع اسرائيل وانه تخابر. جواسيس وتخابر، رغم ان الموضوع من الاصل مختلق تماما. صحيح. طب خلينا الاول نبدأ ب أشهر هذه الأكاذيب المروجة والزائعة. خلينا نبدأ الأول بمثلا الراقصة كيتي. نعم. شوف حضرتك مبدأ، طبعا دي اللي هي الشهيرة في عفريت إسماعيل ياسين. كتير من أفلام إسماعيل كيتي ما أظنيش إن حد يعني ما عرفهاش. مبدئيا إشكالية تحديد ديانة ممثل وبالذات الممثل اليهودي مسألة شائكة جدا وصعبة جدا، حتى على فكرة مش بس في مصر، على مستوى السينما الأمريكية حتى. يعني انت تقف يختلط عليك الامر، هل فلان يهودي كامل، يهودي بيور، ولا يهودي مخلط، ام يهوديه واب مسيحي، ولا ولا ولا. وفي تصنيف شهير في هذا الامر موجود في السينما في هوليود. نفس الامر يحصل في السينما المصريه او في التمثيل المصري، لكن بشيء من الاستسهال وبشيء من الخلط وبشيء من عدم الاعتناء. حضرتك اديتنا مثل بكيتي. كيتي هي راقصة يونانية قعدت اشتغلت في مصر فترة طويلة، أربعينيات وخمسينيات لغاية الستينيات، ثم اختفت. فلما اختفت كلام كتير بقى طلع ان هي دي بيتي اللي كان رأفت لجان بيكتب عنها، او جاك بيتون بيكتب عنها ان هي دي كانت صديقته اللي عرفته بالسينما، وهذا غير صحيح. ان هي يهودية واتخبرت مع اسرائيل وتم القبض عليها ثم سافرت، تم تهجيرها من مصر في الستينيات نتيجة هذه القضية، وهذا ايضا غير صحيح. كيتي هي في الأصل ممثلة وراقصة يونانية مسيحية كاثوليكية، هاجرت من مصر بشكل طبيعي جدا في الستينيات زي كثير زي ما حضرتك كنت بتذكر. وإنه
احنا لما سألت الراقصة الكبيرة نجوى فؤاد ودي كانت صديقة ليها أكدت أنها كانت مسيحية وأن هي لم يتم القبض عليها ولم تتهم بالتخابر. الملحق اليوناني في مصر سنة 2003 طبعا هو أسبق سنة 2003 أكد لغاية 2003 على الأقل أن كيتي كانت تحيا في اليونان. ممكن تكون توفت بعد هذا التاريخ لكن حتى 2003 الملحق اليوناني في مصر بيأكد أنها ما زالت موجودة. راقصة معتزلة يعني. راقصة معتزلة ومسيحية كاثوليكية. منين جابوا بقى كل الناس اللي كتبت عن الممثلين يهود أو الفنانين منين جابوا أنها كانت يهودية؟ الله أعلم. مش كيتي بس. بس عجبهم الوهم. وروجوه جامد. ده صحيح. ومش كيتي بس يعني وقعت سلامة الياس مثلا. وقعة غريبة جدا. الياس طبعا الفنان الجميل اللي في معظم أفلام فؤاد المهندس وفي المسرحية الشهيرة اللي كان بيلبسه الطربوش أنا مين يا أنا مين ويا. أيوة. لا اللي هو الرجل الذي راح يشكو امرأته وده النمس. كان اسمه النمس. عبد التواب النمساوي. النمساوي. أنا هو هي. وهو بتاع انه في افلام فؤاد المهندس وهو اللي كان مع عادل امام لغايه الثمانينات في رجل فقد عقله يعني قعد يشتغل لغايه التسعينات فجاه بقى يهودي على صفحات كتب متخصصه غريبه جدا. طب اقول لك الاكثر دهشه بقى في الفتره اللي الاخوان بداوا يتكلموا اثناء حكمهم للبلاد يعني يتكلموا عن اضطهاد رئيس عبد الناصر وحكومه الثوره يعني لليهود وكلام عصام العريان عن حتميه عوده اليهود لمصر كلام كتير اللي اتقال. مواقع الانترنت عملت حاجه غريبه جدا نشرت حوار لشخص اسمه امير قال لك ده المهندس امير سلام الياس بيدافع عن حكومه عبد الناصر وحكومه الثوره وبيقول ان احنا كاسره يهوديه كنا نعيش في مصر حياه طبيعيه جدا وان ولدي والدي سلام الياس اليهودي رفض تماما انه يهاجر من مصر لان مصر دي بلده ودي ارضه وهيعيش ويموت فيها واحنا اسره لم نكن مضطهدين ابدا بسبب ديانتنا اليهوديه. طبعا كل مواقع الانترنت نقلت وعاشوا يعني حياه جميله جدا نقل ببغائي زي ما انا دايما بوصفه. وبعدين كان اي حد ممكن يمشي ورا هذا الكلام. انا رجعت لملف سلام الياس في مؤسسه دار الهلال اللي بتملك اعلى واهم ارشيف في مصر فلقيت ان الرجل كان عنده اولاده شريف وسمير ورؤوف وايرين مفيش كريم خالص مفيش كريم سلام الياس ده خالص. فشكيت في الامر فكلمت بعض المصادر الحيه التي عايشته وعاصرته الأستاذ فاروق صبري المنتج الكبير رئيس غرفة صناعة السينما فنانة ميمي جمال فنانة شويكار اللي شاركته في كتير من أفلامه فأجمعوا جميعهم على أنه كان مصري مسيحي وأنهم يعرفوا أسرته تماما وأنه هذا الكلام غير صحيح بالمرة. لكن تخيل أن النقل وصل درجة اختلاق حوار وبيتنقل بشكل طبيعي كده على أنه حقيقة فياخد قوة الحقيقة وياخد مصداقيتها وهو في الاخر غير مظبوط. اختلقوا ابنه خالص بالمره وكان ممكن انا كمان امشي ورا الحكايه ده حوار مع الراجل يعني يعني الحقيقه شيء مدهش جدا. عمر شريف لو حضرتك يعني الكلام داير كتير جدا طول عمرنا نعرف حكايه ميشيل شلهوب وانه يهودي وانه اسلم لما اتجوز فاتن حمامه. عمر شريف في مذكراته الوحيده التي يعترف بها اللي كتبتها صحفيه فرنسيه اسمها ماري جويشار اتنشرت سنه 77 تحت عنوان الذكر الخالد وبالمناسبه الاسم نفسه يستوقفنا دي المذكرات الوحيده اللي بيعترف بها عمر الشريف وترجمها الدكتور عبد المنعم سعد الى العربيه بيقول نصا صريحا انه كان كاثوليكيا مارونيا ابوه من اصول لبنانيه وانه تحول الى الاسلام عند اقترانه بفاتن حمامة وأن هذا أغضب والده غضبا شديدا وأصابه بداء السكري. مفيش كلام خالص لأنه يهودي. ربما تكون أسرة جذور أسرة عمر الشريف كانت يهودية لكن هو تحول من المسيحية إلى الإسلام. نفس الحكاية على بدر لاما وشقيقه إبراهيم لاما ودول اتنين من رواد السينما المصرية والعربية بشكل عام كتير من الكلام اتقال على ان هم كانوا يهود وهاجروا من شيلي لكن أنا بأثبت من خلال دفاتر طائفة مكتب رعاية اللاتين في بيت لحم في فلسطين أن هم فلسطينيين أبوهم إبراهيم عبد الله الأعمى تم تحويرها إلى لامع بحكم اللغة اللاتينية هاجر إلى شيلي وأنجب ولاده اللي منهم إبراهيم وبطرس الذي أصبح بدر لامع وتم تثبيت بدر لامع بدر لما مولود 1908 تم تثبيته في كنيسة اللاتين في بيت لحم
في زيارة لي من شيلي سنة 1914، ثم جاء إلى القاهرة سنة 1926 مسيحيا ولم يكن يهوديا، لا هو ولا أخو إبراهيم لم. الخلط كبير جدا في هذا الأمر، وتم ينسبوا ديانات لناس وينزعوها عن ناس إلى آخره. طيب خلينا نتكلم عن مفتاح مهم في الكتاب، توجو مزراحي. نعم. المخرج الشهير والكبير، واحد مؤسسي ورواد السينما المصرية. نعم. خصوصا أنه بين السطور كده في أكثر من بورتريه عن فنان يهودي، حضرتك كنت مصر على استخدام جملة اعتراضية كده، توجو مزراحي كان يحاول أن يقدم العناصر اليهودية في الفن ويعني يهتم بيها. فمن هو توجو مزراحي أولا؟ وخلينا نروح رحلته، لان هنلاقي فيها بقى شالوم، وهنلاقي فيها ليلى مراد، وهنلاقي فيها كل الاطراف الكبيره في عالم السينما. توجو مزراحي والده ايطالي، كان بيشتغل في الاستخلاص الجمركي بين نابولي في ايطاليا والاسكندريه، وبعدين قرر في مرحله معينه في اواخر القرن 19 انه يستقر في الاسكندريه ويمارس عمله في الجمرك هناك في المينا يعني. وتزوج من إيطالية مولودة في مصر، من الجالية الإيطالية يعني في إسكندرية، ثم أنجب توجو مزراحي سنة 1902 في يونيو 1902. تعلم لغاية المرحلة يعني ما يوازي الثانوية التجارية النهاردة. اشتغل مع والده في الجمرك، كان عنده طموح كبير جدا، لم يكتفي، سافر إلى أوروبا، حاول يدرس فن التصوير الفوتوغرافي في الأول، اشتغل شوية في هذا المجال، وبعدين بقى حول للسينما، للتصوير السينمائي، ثم عاد إلى مصر وبدأ يعمل تصوير سينمائي ويبعته للشركات في أوروبا. رجع الإسكندرية. رجع إسكندرية بالضبط كده، وبعته للشركات في أوروبا. لما استهوته الحكاية أكتر، اقترض من أبوه فلوس واشترى سينما باكوس وحولها إلى استوديو سينمائي، سينما باكوس في الإسكندرية طبعا، حولها إلى استوديو سينمائي بكامل معدات الانتاج السينمائي عشان يقدم اول افلامه الهويه اللي تعرض في الاسكندريه سنه 30، وتعرض في القاهره سنه 31 تحت اسم الكوكايين. هو اسكندريه دي لازم نقف عندها كتير، اوف سينما، صناعه السينما المصريه طبعا. اول عرض سينمائي أول تصوير سينمائي، أول تصوير سينمائي، واول محاولات شركات، ومدينه توجو مزراحي، ومدينه توجو مزراحي، ومدينه شالوم بعد كده، ومدينه كثير جدا من الذين أسروا الحياة الثقافية والفنية في مصر بشكل عام، مينا في الآخر يعني. والأمم كلها ممثلة فيها وبتتمازج فيها، والثقافات كلها. فتوجو مزراحي اشترى باكوس، سينما باكوس، وحولها للاستوديو بالظبط كده. ده لاحق على محمد بيومي اكيد. ويشتغل بقى بيومي طبعا، بدا عمل جريده سينمائيه، وبدا المعلم برسوم يبحث عن وظيفه، وباش كاتب. محاولاته دي من سنه 23 24 25 وتعاون مع طلال حرب. توجو كان ماشي في تراك لوحده او في اتجاه لوحده، وفضل يمارس نشاطه في اسكندريه يمكن لغايه بعد منتصف الثلاثينيات، لغايه لما بدا يشتغل بقى مع علي الكسار افلام، سلسله افلامه بعد كده. لكنه في الفتره دي مجموعه افلامه اللي هي 5000 واحد والترجمان يعني بدا مع علي الكسار. لا، هو بدا مع شالوم. عايزين نروح بقى لشالوم يعني. شالوم نفسه اشتغل معاه في فيلم الكوكايين. هو مسموش شالوم اصلا. لا، اسمه ليون انجل. وده برضو من الاسماء، من الاخطاء الشائعه، الناس كلها كانت بتتعامل على انه اسمه شالوم. احنا هنا بنثبت انه اسمه ليون انجل. وصاحب المعلومه بالمناسبه ابن عم توجو مزراحي، اسمه جابي اشكنازي، مقيم في اسرائيل، كان بيشتغل مع توجو مساعد مخرج في بعض افلامه. هو من اكد ان شالوم اسمه ليون انجل، وكان يعمل ايضا في بلدية الإسكندرية. وتوجو مزراحي التقطه لأنه كان بيعشق الفن ويعشق التمثيل، وقدمه في مجموعة من الأفلام. هو اللي سماه شالوم، هو عشان اسمه ألطف وأسرع في بالضبط كده. شالوم يعني سلام بال ويدي كمان طبيعة اليهودية. توجو كان بيشتغل بمنطق صحيح، هو حريص على فكرة أنه هو يبقى عنده عناصر يهودية، وحريص على أنه بيتهم بأنه يعمل عادات اليهود على الشاشة، بس الناس نسيت أنه ده كان يعني طبيعي وعادي عادي جدا. هو كان بيشتغل في مجتمع منفتح ودوله كوزموبوليتانية منفتحة، وما فيش شك في مصريته، ونوع من الاندماج والانصهار كمان يعني موضوع مصريين في الاخر يعني. يا سيدي العزيز، توجو مزراحي عمل شركه افلام سماها شركه الافلام المصريه. يا سلام. شعارها ايه؟ شعارها الهلال والنجمه، الثلاث نجوم بتوع العالم العثماني. صحيح. يعني هو مصري منتمي بشكل كامل. حتى لما هاجر بعد فشل فيلم خلينا هنروح للمهاجر دلوقتي. نعم.
بدايته مع شالوم. نعم. عمل مع شالوم بقى الرياضي والحاجات دي. عمل مع شالوم والعز بهدله و5000 واحد واربع خمس. وفعلا الافلام دي موجوده يعني بعضها موجوده على بعض الفضائيات. وخلق ظاهره انه الفيلم يتسمى باسم بطله. خلي بالك هو اللي صنع هذه الفكره. يعني يعمل شالوم بالترجمان ويبقى الرياضي كمان تجاوزا يتسمى شالوم الرياضي ويصنع مع شالوم ثنائي اسمه شالوم وعبده احمد الحداد، بس مش احمد الحداد بتاع ساعة قلبك، يبقى ثنائي مصري يهودي في نوع من التمازج كده لطيف. هو افلام لا تخلو من سينما الحقيقه ده طبعا. بس فيها روح شارلي شابلن، بس منطق الثلاثينيات بالظبط كده فيها روح شارلي شابلن، لانه شالوم نفسه كان عامله بالبدله بتاعته والطربوش بلحافته باسره. صحيح. من ديها يا شارلي شابلن قال مع حركه الكاميرا السريعة. صحيح. في الطابع السريعه دي بالظبط. وعايز اقول لك انه لما بنتفرج على شباب النهارده نكتشف انه انه ما كانش وحش يعني، يعني بمنطق الثلاثينيات لكن مصر والله كان مصر معقول. يعني يعني انا رايي الشخصي انه افضل من فوزي الجزائري مثلا. فوزي الجزائري مفتعل قوي، كان جدا جدا مسرحي وطول الوقت يشتم ويخرج عن النص حتى هو في السينما. لكن شالوم كان عارف حدود حركته قدام الكاميرا وحركته ازاي يتحرك الى اخره. شالوم هو اول من بدا افلام مصريه باسمه. صحيح. باسم البطل يعني. مظبوط. بعد كده ليلى مراد واسماعيل ياسين بس ما لهمش رابع. ده صحيح كده. صحيح. وليلى مراد صنيعه نجوم مسرحي ايضا. وبين ليلى مراد وبين خلص بقى افلام شالوم. شالوم فجاه اختفى برضه. اختفى سنه 37 بلا سبب وبلا مبرر، اللهم الا اذا نجاح نجوم مسرحي الخارق مع علي الكسار. يعني هو قفل كده بالموضوع. خد بالك 37 قبل 10 سنين من حاجه اسمها اسرائيل اصلا. خالص خالص. والفكره مش مطروحه، واليهود المصريين زي المسيحيين المصريين زي المسلمين المصريين. هو حتى والدنيا يعني في منتهى التآلف والروعه. هو حتى لما استشعر ده وحس انه يعني الزمن تجاوزه وانه خلاص ما بقاش ليه وجود بلا برضه منطق يعني يعني نقدر نمسكه النهارده، هاجر الى ايطاليا. قعد يشتغل يعني اعمال اخرى بعيدا عن الفن، اللي هو ايلي اللي هو ليون ايلي انجل ليون انجل اللي هو شالوم. وساب توجو مزرحي بقى في مشواره واشتغل مع علي الكسار ومع فوزي الجزيرلي ثم مع ليلى مراد بدايه من فيلمها الثاني ليلى ممطره. وبيحقق مع ليلى مراد النجاح. وعمل ام كلثوم قبلها ولا بعدها؟ لا، عمل سلامه سنه 45. ده بعد ليلى مراد بكثير. بالظبط كده. وخلى ام كلثوم في سلامه ترتل القرآن. والأدان يرفع في فيلم سلامة بشكل مباشر جدا، أدان الفجر. هو استمراح لواقع عربي كمان يقدمه. نعم بالظبط كده. يعني أنا عايز أقول أنه الراجل حتى يعني إذا مضينا في مشواره هو صاحب أفضال كثيرة جدا على السينما. أنت مش بتعتبره من الآباء المؤسسين؟ طبعا طبعا. الآباء المؤسسين ولا شك يعني. بس عايز أقول لك أنه وجوده في هذا الكتاب بسبب الاربع افلام اللي مثلهم. يعني حريص طول الكتاب انك تقول انه انا بتعامل مع الممثلين بالظبط كده، لانه في موسيقيين. صحيح. وفي مخرجين وفي طب حتى بالمخرجين دخلوا ليه المخرجين بما فيهم مراد منير مثلا دخل ده ملاحظه علشان مثل. فيعني ده جزء من الكتاب مهم يتكلم على الممثلين. وتوجو مزرعه ممثل في احمد المشرقي بالظبط كده. واسم احمد المشرقي ده اسم غريب جدا برضه. ناس من ضمن الكلام يعني يقول لك انه علشان ما يغضبش والده وعشان هو كان بيشتغل رغم اراده اسرته. فانت قلت له والده ايه ده؟ كان راجل شاري بكوس وعلى ده واخد فلوس من ابوه واسمه كمخرج. يعني هو يعمل ايه؟ يعمل الفيلم بطوله احمد المشرقي واخراج توجو مزرحي. يعني إيه اسره ايه؟ يعني ما فيش منطق غريب جدا. وبعدين احمد المشرقي يختار احمد اسم مصري مسلم محبب للناس جدا، والمشرقي هو المنطوق العربي لمزرحي. برضه يعني خليني اقول لك انه ما حدش كتير بينتبه لفكره المنطق العربي لكلمه مزرعه. لكن هو ليه منطق. اخوه لما حب يمثل هو كمان سمى نفسه عبد العزيز المشرقي. وكان بيشتغل معاه اخراج اللي هو اللي مزرعي. فكان بيشتغل معاه مساعد مخرج وبيمثل، كله بيمثل وكله بيخرج. هو كان مؤسسه كامله توجو الحقيقه. وهي فتره بكر كمان طبعا. يجوز طبعا اي حد محب يخش في الموضوع لانه لا في معاهد ولا كليات. بس الحب هو الشرط يعني. فكان بيخرج ويالف ويمنتج ويصور ومفيش مانع يمثل. بس هو عمل لنا تحف طبعا بمستوى زمانها طبعًا وايام طبعًا زمانها اعمال رائده بكل معنى الكلمه. وكرس يعني لفكره السينما نفسها يعني. يعني لو لم يكن توجو مزرحي واسيا دايغر وفاطمه رشدي وعزيز امير طبعا المجموعه الاساسيه اللي كونت هذا الارث السينمائي الكبير. منى غندور سلطانات الشاشه. صحيح صحيح. وماري كويني. المجموعه دي وامينه محمد بالظبط. المجموعه دي هؤلاء النساء او سلطانات الشاشه الى جانب توجو مزرحي واحمد جلال
وبدري لما والله وبدري لما طبعا 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 قبلة في الأسراء في الصحراء ده فيلم التاني لم يكن هؤلاء سبعة أو الثمانية كراس الوجود السينما ماشي في السينما ولا كنا شفنا حاجة كنا أو شفنا يعني شفنا أو كانت بقى التجارب مكتورة زي ما حصل في السينما العراقية والسينما السورية وإلى آخر السينما التونسية تجارب كل 20 سنة يطلع فيلم صحيح فهم أصحاب فضل الحقيقة طيب توجو مزراحي بقى راح في منحنى تاني مهم جدا هنروح له لكن لما نرجع بعد الفاصل بإذن الله لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في إذن عدنا إلى كتاب الممثلون اليهود في مصر ده طبعا عنوان مهم لكاتب أهم وأستاذ كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أشرف غريب اللي توقفنا وإحنا بنحكي عند توجو مزراحي ازاي هو واحد من الاباء المؤسسين ازاي هو قدم من اول شالوم وبعدين علي الكسار واشتغل مع ليلى مراد وقدم الوهج ده كله وازاي تلامذته لكن اين ذهب توجو مزراحي ولماذا اختفى عن السينما المصريه بعد فتره عطاء في يعني في الرياده الاولى والمبادرات الاولى والاحلام الاولى والبكاره الاولى هو بعد ما الأوزة اللي بتجيب الذهب اللي اسمها ليلى مراد خرجت من عبائته إلى عباءة زوجها أنور أبدي من ليلى بنت الفقراء سنة 45 فقد كثير جدا من أسباب نجاح أفلامه الفترة دي كان بيشتغل مع علي كسار علي بابا والأربعين حرامي ونور الدين والبحارة الثلاثة ومش عارف إيه ثم عمل فيلم مهم جدا جدا في السينما وهو فيلم سلامة بطولة السيدة أم كلثوم فيلمها الوحيد بعيدا عن احمد بدر خان مخرجها المفضل وانتاج شركه الافلام المصريه طبعا مسلمه هذه الجاريه الامويه توجو مزراحي بيرجع للتاريخ الاسلامي وبيقدم واحده من الاسماء المعروفه في عالم الغناء العربي القديم فيلم نجح بشكل تجاري كويس بشكل نقدي كمان كويس لكن قدم بعده فيلم اسمه اكسبريس الحب كان انتاج شركه الافلام المصريه فقط ومش من اخراجه اخراج حسين فوزي فيلم فشل فشلا ذريعا فيلم ده كان سنه 96 فوز برضه اسم عجيب في صناعه السينما يعني هو واخواته هو عباس كامل واحمد جلال صحيح والثلاثه فيش اسم واحد اسمه عجيب بالظبط عباس كامل حسين فوز زي حكايه حسين رياض وفؤاد شفيق ف بيفشل الفيلم بيعاني من مشاكل اقتصاديه كبيره جدا بيقرر انه بيزيد كمان مساحة الكلام على فكرة الوطن اليهودي في فلسطين والمستعمرات احنا داخلين على 46-47-48 بيحس انه الحياة لم تعد بمثل هذه السهولة التي كان يمارس فيها عمله فيقرر الهجرة الى ايطاليا مسقط رأسه مش الى اسرائيل ويعيش هناك في ايطاليا حتى وفاته سنة 86 5 يونيو 86 هو وزوجته اللي كان متزوجها ايضا من اصول ايطاليه في مصر تزوجها وهاجروا ايطاليا قعدوا في بلدهم بعيدا عن السينما كمان بعيدا عن السينما خالص بقى حاول يشتغل شويه حاجات كده سينما في ايطاليا بس خلاص هو بدا يعيش على حتى ذكرياته في مصر والمخرج الكبير ورائد الثقافه السينمائيه الكبير الاستاذ احمد كامل مرسي بيحكي بيكتب مقاله مهمه جدا في مجله السينما والناس 12 سنه 70-71 انه قام بزياره لتوجو مزراحي في ايطاليا في مهرجان قرطاج او طنجة كان خارج من مهرجان قرطاج وقرر انه يسافر الى ايطاليا ولمس حاله من الدفء العظيمه جدا في استقباله ليه هو وزوجته وحاله من الحنين الرائع لمصر والرغبه الدائمه في التعرف باخبار مصر ويعني حرصه على انه كانه موجود في القاهره او في الاسكندريه وكمان انا جايب شهاده جورج بهنا وجورج بهنا ده أحد أصحاب شركة بهنا فيلم أهم شركة توزيع في النصف الأول من القرن العشرين كله في مصر بيحكي أنه بالاتفاق مع توجو مزراحي كان بيبعت له حتى سنة 65-66 بشكل أسبوعي مجلة الكواكب ومجلة المصور اللي هم بيصدروا عن دار الهلال علشان لا ينفصل عن أخبار مصر سياسيا واجتماعيا وخصوصا فنيا قد كده توجو مزراحي كان حريصا على أنه يبقى مرتبط بمصر وبالمناسبة تم إغراءه بشدة أنه يسافر إلى إسرائيل أو أن إسرائيل تبعثه إلى هوليود ويصبح مخرجا إسرائيليا لكنه رفض رفضا تاما رغم أنه فضل عايش لغاية سنة 86 هو كان في شرخ الشباب ولما مشى على فكرة طبعا يعني كان في الثلاثينات من العمر يعني احنا بنتكلم سنة 46 ومواليد 1902 يعني بنتكلم في 44 سنة
الدولة فضلت شركة أفلامه 34 فيلم أنتجهم وإنتاج وإخراج يعني حقوقهم يعني مع شركة كانت عن شركة بهنة. فضل هذا الأمر مستمر حتى تصفية الشركة بوثيقة أنا منفرد بها أيضا في الكتاب. تم بيعها لشركة تانية طه زعفران طنطاوي خد حق استغلال هذه الأفلام. ومن هذه اللحظة أصبح جورج بهنة لا يرسي إلى توجو مزرحي السينما الكواكب والمصور. يعني حتى سنة 65 قانون عام لتصفية الشركات والحراسات إلى آخره ليس مقصودا به توجو مزرحي في حد ذاته كان موجودا قانونا في مصر. شركة أفلام مصرية توجو مزرحي وعائد أفلامه يذهب إليه في إيطاليا. وبس هو طبعا في علامات استفهام منها، مثلا ليه ما رجعش حتى في زيارات في علاقة، ليه انقطع عن السينما أصلا كمان مش بس عن مصر. دي أمور بقى ممكن يجاوب عنها الحالة النفسية، وجدان بقى شخص كان من السمع والبصر بقى معزول، يعني حاجات كتير أسباب سياسية دي الصراع العربي الإسرائيلي بقى طبعًا. فبقى خلي بالك مفيش يعني برضو بما أننا بنقول حقائق وبندافع عن فترة زمنية في تاريخنا، لازم نقول كمان أنه من ضمن مسالب هذه الفترة الزمنية أنه الحكومة المصرية كانت تسمح لليهود بالخروج لكن لا تسمح لهم بالعودة مثلا. فبالتالي اللي كان بيخرج ما بيسمحلوش بالعودة، لدرجة انه حتى بعد اتفاقيات كامب ديفيد في ناس تم استيقافهم في المطار علشان هم موجودين لسه على قوائم السفر. في تصرفات عدائية وفظة جرت من بعض اطراف المجتمع ومن الدولة ساهمت في خروج اليهود من مصر للمصريين الحقيقيين. ده كفاية موقفهم، مش انهم راحين اسرائيل، لانه الحقيقة اللي راح اسرائيل ما غلبش انه يروح بالظبط، انما الباقيين هم اللي تعبوا قوي يعني في دول اخرى. يكفي موقف الدوله من هاري كوريال مثلا، احد الاسماء الكبيره جدا في النضال الوطني والحزب الشيوعي وحركه حددته الى اخره، وتقريبا هو مؤسس الحزب الشيوعي في مصر يعني بالظبط كده، وهو الذي ابرق الى الرئيس عبد الناصر بخطه فرنسا في الهجوم العدوان الثلاثي سنه 56، وقعه شهيره جدا لما راح وسيط منه قابل سارة عكاشة في إيطاليا وسلم خطة هجوم فرنسا على مصر سنة 56. وسافر سارة عكاشة واستقبل الرئيس عبد الناصر، وعبد الناصر جمع القادة العسكريين وقالوا له ده كلام فاضي جدا جدا. صحيح الرئيس عبد الناصر يعني امتن لهنري كورير لكن ما دخلوش مصر. في تفاصيل كثير من النوع ده موجع يعني. نعم. طيب نروح من توجو مزرحي بقى من ضمن الفنانين المصريين اليهود اللامعين الكبار العظماء في تاريخنا، على الأقل بنتكلم دلوقتي يهودي الأصل يعني. هنتكلم عن ليلى مراد. ليلى مراد ابنة أسرة يهودية طبيعية جدا. زكي مراد مطرب وموسيقي وملحن معروف، صديق شخصي لعبد الوهاب وتلميذ سيد درويش، واشتغل مع منير المهدية، واشتغل له كثير جدا من عطائه كمطرب في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. أنجب 6 أولاد وبنات، ليلى وسميحة وملك ومراد وإبراهيم ومورس الذي أصبح منير مراد. تاريخ ليلى معروف لكن ليلى وسميحة ومورس ملك. نعم. مين اللي هتوقف عندهم من أولاد بقى زكي مراد؟ ليلى اشتغلوا في الفن بشكل مباشر، هم كلهم اشتغلوا في الفن بدرجة أو بأخرى، لكن الاسم الأكبر كانت ليلى مراد. وإحنا هنا سميحة مش اشتغلت؟ سميحة اشتغلت فيلم واحد اسمه طيش الشباب خرج أحمد كامل مرسي سنة 51. أيوة. وتوقفت. والمناسبة سميحة سبقت ليلى مراد إلى الإسلام. يعني أول من تحول إلى الإسلام من أسرة ليلى مراد كانت سميحة مراد حينما تزوجت المخرج والراقص الشهير علي رضا، صاحب فرقة رضا الشهير، والمخرج الجميل طبعا بديع. وبعد كده تزوجت من شخص آخر كان رئيس شركة شل التأمين، وأنجبت ابنة عظيمة جدا، واحدة من الناس اللي ما زالت تحيي تراث ليلى مراد مع ابنيها أشرف وزكي، السيدة زينب، زينب شطة بالتحديد يعني. لكن منير مراد كمان، يعني مش عايز أتوقف كتير عند ليلى مراد لأنه تاريخها معروف إلى حد كبير، لكن شيء إسلامها تم سنة 47 رسميا بعد سنة من زواجها بعد سنة هي تزوجت أنور وجدي سنة 45 وأعلنت إسلامها الشفهي سنة 46 على إيد أنور وجدي، ثم على إيد الشيخ محمود أبو العيون، ثم بعد سنة كاملة في ديسمبر 47 بتروح المحكمة الشرعية في الأزهر وعملت إشهار رسمي، بتحصل على الوثيقة بالمناسبة سنة 49. يعني قصة رحلة حصول. وفي كتاب منفصل لحضرتك عن ليلى مراد شديد الإمتاع والجمال
في كل التفاصيل دي واكثر. بالظبط يعني. كده. بس انت عملت هنا فصل يبدو كأنه يعني ملخص للكتاب على لأنه انت بصدد اكثر من ليلى مراد. مش ليلى مراد وحدها صحيح، وما كانش يمكن تجاهل ليلى مراد في الكلام عن الممثلين اللي في مصر باعتبار الاسم الاشهر والاكبر. طيب موريس بقى موريس مراد بقى موريس ليلى كانت من الاول عارفه طريقها انها مطربه وبتمثل الى اخره. موريس حقيقه يعني تقلب على كثير من المهن رغم احساسه انه جوه فنان، لكن ما كانش عارف هو هيرسي على اي مرسى، اي ايه البر اللي ممكن يحقق فيه زي اشتغل شغلات كتير. اشتغل شغلات كتيره جدا وخد الطريق من اول، اشتغل مساعد مخرج مع توجي مزرعي ثم مع انور راجل. لو قبلها شغل نجار باين. اشتغل نجار واشتغل مش عارف محل اقمشه يعني ومش عارف حاول يعمل مشروع اكل، حاجات غريبه جدا يعني. بس اكسبت والله خبره تدفق رائع طبعا واختلاط بالناس الى ان قرر انه يمثل في فيلمين شهيرين جدا ليه، اسمهم واحد اسمه انا وحبيبي مع شاديه خرج كامل التلمساني، والتاني اسمه نهارك سعيد مع صوفي ثروت واخراج فاطين عبد الوهاب. سوزي عادت الى الفرقه كانت طالعه وفقاقيع الهواء طول الوقت وطول الوقت بيبحثوا عن اسم المنتج النوع من العطور. فيلم دمه خفيف الحقيقه، هو مدير مرات الحياه وعمل صرات فيه جميل قوي زي اللي عمله مع شادية انا وحبيبي طبعا وكان مقلد جيد وكان عنده حضور. الحقيقه انا مش فاهم ليه هو ما كملش في التمثيل، لكن من سنه 50 بدا يلحن وانا وراجل اداله فرصه في فيلم ياسمين. كان بيعمل حاجات قليله قبلها لكن العلامات اللي مهمه جدا لما لحن لفيروز في فيلم ياسمين سنه 50، ثم انطلق بعد كده وحقق اسمه الكبير جدا كملحن مع رفيق مشواره عبد الحليم حافظ. في حياه منير مراد الحقيقه فيه ولو كانت ظاهره في الالحان الخفيفه الرشيقه هو اللي خلق، وكان دايما يعني يقصد عندما تكون الاغنيه في حاله من درجه الخفه اللطيفه يعني هو اللي خلق حاله شاديه الخفيفه ثم عبد الحليم ثم اخرين واخريات بعد كده. وحتى شغله مع ليلى مراد اي حاجه تلاقي فيه خفه ظل في اللي احنا فينه منير مراد على طول. بالظبط كده. ما يعنيني هنا في الكتاب الحقيقه انه برضو احنا في إشهار يعني الإسلام بقى هم قالوا أشهر إسلامه للزواج من الفنانة سورة البابا. صحيح. انت بتقول لنا في الكتاب ده أسلم قبلها بعشر سنين قبل ما تظهر أصلا سورة البابا. إيه المعلومات دي يا أستاذ أشرف اللي كلها أخطاء دي اللي المروغة والزريعة دي؟ بقولك إحنا قدام يعني زيف كبير جدا ورغبة في الاستسهال وإنك تاخد من على السطح. عشان كده أنا دايما بس مهم إن كتاب زي ده يصحح كل ده ويرجع الأمور إلى نصابها ويعمل يعني انتصار للتحقق والتعقل والتدقيق. ودي حاجة الحقيقة لازم نشكرك عليها جدا ونمدحك فيها جدا، يعني ان انت بتعيد للتاريخ الفني قيمه واحترامه وامانته وضميره. فيعني وده جزء من يعني عطاءات رائعة في عدد من الكتب ومنها كتابنا النهاردة اليهود المصريون في او المصريون اليهود في مصر. نعم أشكرك طبعا، لكن أنا بعتقد أن ده يعني واجب أقدر أقوم به أنا وكل المخلصين للتاريخ الحياة الفنية في مصر، لأنه زي ما أنا دايما بكرر تاريخ الحياة الفنية في مصر زي حتى التاريخ العام محتاج لإعادة قراءة، محتاج لإعادة اكتشاف تاني. طيب أنا رأيي أنه هو التاريخ العام، يعني أنت تقرأ تاريخ مصر اللي احنا بنحكيه ده. صحيح. هو ده تاريخ مصر. صحيح. بخلال الفن. بالظبط كده. يعني شوف مجتمع متنوع ومتعدد ازاي، شايف الحرية وشايف الغنى ازاي، هتلاقي في الفن بيقول لك ادي مجتمعنا اهو. بالظبط كده. هو اشهر اسلامه بقى قبلها ب 10 سنوات قبل زواجه في حدود سنة 49. هو تزوج سوري بابلي سنة 58 وحصل طلاق ورجوع وطلاق ورجوع لغاية سنة 72. لكنه اسلم وغير اسمه منير من موريس لمنير، حتى تلاقي في افلام هذه الفتره اسمه منير. لو لم يكن اسلم كان فضل موريس ولا حد لامه يعني كان حاجه ايه ما فيه. هو طلع على افيشات افلام على انه موريس في افيشات في افلام قديمه موريس في تترات افلام حتى مساعد مخرج فيلم سلامه كان مخرج مساعد بموريس مراد وفي افلام تانية مع انور راجل كان موريس مراد، لكن في افلام تانية كان مساعد مخرج من سنه 49 هو منير مراد وطلع فيلم 50 بقى انا وحبيبي كممثل لمنير مراد. المقوله التانية الغريبه جدا انه بيتقال انه ارتد عن الاسلام وانه توفي يهوديا في فرنسا. هذا كلام الحقيقه مجحف جدا جدا في حق منير مراد، لان الرجل توفي في مصر في 17 اكتوبر 81 مسلما. ولا من ما لا يعني لا يعرفه الكثيرون ان منير مراد تم دفنه في مقبره الفنان الكبير العندليب عبد الحليم حافظ.
يعني منير مراد دفن بجوار صديق عمره ورفيق نجاحه عبد الحليم حافظ، وهذه معلومه لا يعلمها كثيرون. قصه منير مراد بس وقصه عبد الحليم هي اللي تعرفها. اللي حصل انه منير مراد توفى في اجواء اغتيال رئيس السادات سنه 81، وكانت البلد في حاله يعني صعب فيها الحركه وفي قدر من حظر التجول الى اخره، فلم تكن ليلى مراد قد انهت مقبره الاسره بعد. طب يعملوا ايه ورجل توفى؟ فقامت باستئذان عليا شبانه، عليا شبانه ومحمد شبانه بانه منير مراد يتم دفنه بجوار عبد الحليم، فرحبت اسره عبد الحليم جدا باعتبار ان منير صديق للاسره. وبالفعل تم دفن منير مراد جنب عبد الحليم والى هذا اليوم. فهل من الممكن ان اسره عبد الحليم هتدفن حد يهودي جنب عبد الحليم في مقبرته؟ مستحيل طبعا، لكن ده جزء كبير جدا من الخلط الدائم والخرافات الكثيره التي يعني يتم الصقها ب تاريخنا الفني مش بس الممثلين اليوم. بس نهاية درامية بس مليئة بالدلالات الحقيقة صبع. جميلة فكرة الصديق اللي يدفن في النهاية إلى جوار صديقه، ويعني مشهد مهم للغاية بيحكوا لنا أستاذ أشرف غريب. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذا عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا في حوارنا حول كتاب الممثلون اليهود في مصر لكاتبنا الكبير الأستاذ أشرف غريب، وننتقل من ليلى مراد وشقيقها منير مراد ونتكلم عن اتنين إبراهيم رغم أنهم مش إخوات، نجم إبراهيم ورقي إبراهيم. رقي إبراهيم في لغط كتير حوالين شخصيتها ثم حوالين مسيرتها. تمام. طبعا أنت كمان جايب مقال عن نفسها، هي كاتبة عن نفسها في الكتاب. وثم نجمة إبراهيم اللي كتير برضو مننا ما كانش يعرف إنها كمان لم تكمل في يهوديتها وعلى إسلامها. نعم. خلينا توقف عند الاسمين دولة، خصوصا إن واحدة من جو الرومانسية والتانية من جو الرعب. المدهش إن عليك جبت نقيدين في كل شيء لا يجمع بينهم غير كلمة إبراهيم. يعني واحدة من قمة الرومانسية والوداعة كما تظهر على الشاشة، واحدة من قمة الفزع والرعب، واحدة بس اسمها نجمة داوود، هي بس إبراهيم الثالثة دي. واحدة من لا ده اسمها كمان بوليني في الأصل. بس هي لما أسلمت بقت نجمة داوود، نجمة داوود إبراهيم. وأنا يعني مستوقفني ليه استخدام الأسماء دي بالذات، استخدمت نجمة داوود لو قريناها كده نجمة داوود إبراهيم بكل مدلولها العبراني يعني. لكن هي في الاخر احسنت اسلامها وراحت حجت وكانت يعني مخلصه جدا. ايه احسنت اسلامها؟ احنا مالناش دعوه بالناس. لا اقصد انه بس يعني ظاهر الامر احنا في غير الدين وخلاص احنا ملنا. لا المقصود انه يعني لم تكن تعني اي مدلول يهودي او عبري في اختيار الاسم اللي اتسمى بيه او تعني الإسلام. ما كلها ديان الله برضه يعني ليكن. لكن في الاخر احنا قدام واحده اخلصت لمصريتها بلاش لدينها، وواحده اتهمت طول الوقت بالخيانه، واحده استمرت في مصر حتى وفاتها سنه 76 اللي هي نجمه ابراهيم، واحده هاجرت من مصر سنه 54 55 ولا يعلم احد عنها شيئا، قدام نقيدين في كل شيء. خليني اقول لك نبدا مثلا بنجمه ابراهيم. نجمه ابراهيم هي اخت غير شقيقه لممثله اسمها سيرينا ابراهيم. سيرينا ابراهيم بدأت نشاطها في المسرح زيها زي كل الممثلات اليهوديات في هذا الوقت، اللي كانت الفرق المسرحية بترحب بيهم، لأنه في الوقت ده كان المصريات سواء مسلمات أو أقباط أو قبطيات يعني في حواجز اجتماعية بتمنع ظهورهم على المسرح، إلى أن كسرت منيرة المهدية هذا الحاجز وأصبحت أول مصرية تقف على خشبة المسرح. فكان الترحيب شديد جدا بإما القادمات من الشام زي لبيبة مانيلي ومريم سمات وإيريز ستاتي وجورج وألمز، وأخوهم جورج ده هو اللي جاب عيلة ستاتي دي كلها، إيريز ستاتي وألمز ستاتي وكل المجموعة دي. جات سيرينا إبراهيم مع إستر شطاح ومع صالح قصين ومع مريم سمات ونزلة مزراحي وروجينا إسرائيل، مجموعة كبيرة جدا اشتغلت في المسرح المصري عند جورج ابيض، عند زكي طول المار، عند الشيخ سلامه حجازي، لدرجه انه في عدد الممثلين والممثلات اليهوديات في الفتره دي، فتره لغايه نهايه الحرب العالميه الثانيه وقول النصف الثاني الاول من القرن العشرين، يفوق عدد
الممثلين الأقباط في مصر على مدى التاريخ الفن، الفن التمثيل. يعني صية جبارة، يعني لأنه هم يعني ملوا فراغ عدم ظهور الممثلات المصريات مسلمات وقبطيات في هذا الوقت، وكانوا كمان في بعض الفرق بيحققوا أغلبية عن المسلمين والمسلمات أيضا عند جورج أبيض وعند سلامة حجازي. لكن في النهاية نجمة إبراهيم تشربت الفن عن طريق سيرينا، وكانت حابة أنها تغني، هي تتمتع بصوت كويس جدا، كانت عايزة تغني واشتغلت فعلا في بعض المسرحيات أنها تقوم بأدوار أداء غنائي. لكن فضلت تتنقل من فرقة لفرقة، من عند يوسف وابل عند فاطمة رشدي لعند نجيب الريحاني أحيانا، إلى أن بدأت تشتغل في السينما. ومع السينما طبعا هي أسلمت سنة 32 وانضمت للفرقة القومية سنة 35، وتزوجت زوجها الفنان متعدد المواهب عباس يونس، ومخرج ومؤلف مسرحي وموسيقار وملحن وممثل أحيانا، تزوجته سنة 44 يعني بعد 12 سنة من إعلان إسلامها، وهذا أيضا يؤكد أنها لم تسلم للزواج زي ما في ناس كتير كلمت. نجمة مرت بكثير من التحولات في هذا الوقت، منها مثلا انا بس عايز بين قوسين عايز اقول انه مشروع دينيا الزواج من يهوديه طبعا يعني فرض حتى يعني مش طبعاً مش بالضروره طيب. يعني تغير دينها علشان تتجوز، لا عايز اقول اذا تغيير الدين ما كانش حق لزواج خالص يعني. بدليل ان ليا مرات كمان تزوجت انا وراجدي وهي يهوديه، وفي الفتره دي حصل كتير من اليهوديات غيروا دينهم، يعني معظمهم راحوا للاسلام، انما في حاله فرديه كده اللي هي مسلسل ريزيستاتي تحولت الى المسيحيه عشان تتزوج امين عطله اللي هو صاحب فرقه امين عطله، اللي هو عامل اول فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصريه اسمه البحر بيضحك سنه 28. نجم ابراهيم من فيلم اليتيمتين 49 المخرج حسن امام، ثم فيلم ضرتها العظيمه جدا او الفيلم الرائع بتاعها رايا وسكينه سنه 53 اصبحت عنوانا للرعب والفزع. هي قدمت دور رايا، حتى قدمته بعد كده في فيلم اسمه اسماعيل ياسين يقابل رايا وسكينه، ثم على المسرح لما كونت هي وجوزها فرقه مسرحيه عملت السفاحه رايا، وقدمت مشهد شان رايا على المسرح، انا حطيت الصوره هنا اظن صحيح. فضلت تمارس نشاطها على المسرح، وبالمناسبه نجمة ابراهيم هي اللي قدمت الملحمة يعقوب ونعس أيوب ونعس في الإذاعة المصرية بصوتها الرائع، اللي كان من تش عارف تخاف ولا يعني تشعر بالجلال، بحب دورها جدا من قيمة هذا العمل الإذاعي الرائع جدا. انا بحب دورها جدا في لن ابكي ابدا، ما طبعا روعه، وفي عزبة طبطائية وفي الحرمان عيلة طبطائية، نعم ويعني الحقيقة ليها نورت يا باشا، وجعلوني مجرما، خلاص بقت مثال للرعب، رغم ان هي في الحقيقة كانت مثال للطيبة والوداعة. وانا كاتب برضو جايب مقال ليها نشرته في الكواكب بتتكلم عن الفزع في حياتها، وقد كده هي بتخاف من مشهد الدم، وقد كده هي ما كانتش تاكل خروف العيد عشان بتخاف انه يدبح قدامها، وحريصة على تربية الحيوانات إلى آخره. يعني الصورة التي كانت تظهر لنا على الشاشة مخالفة تماما، تمثيل محض، نعم، ولأنه صادق وجميل فصدق، ونتيجة موقفها الوطنية كثيرة جدا، رئيس عبد الناصر بيعالجها على نفقة الدولة لما أصيبت بالعمى، سفرها إلى إسبانيا، وفضلت تمارس عملها وتم تكريمها في عهد الرئيس السادات إلى أن توفيت سنة 76. رأي إبراهيم بقى العكس تمام، سيرينا سافرت ونجمة إبراهيم سافرت إسرائيل يمكن سنة 49-50، ونجمة إبراهيم ظلت تتبرأت منها، ولما كانت تسأل عنها تقولك أنا نهيت حياتي تماما وعلاقتي بأسرتي توقفت تماما، نفس موقف صالحة القصين من أختها جراسيا القصين اللي هجرت هي أخرى إلى إسرائيل. أما رأي إبراهيم فهنكمل بعض. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. إذن الممثلون اليهود في مصر، عنوان هذا الكتاب الذي نناقشه، وصلنا في المحطة الأخيرة لمناقشته مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أشرف غريب، وكنا هنقف عند اسمين، اسم رأي إبراهيم واسم كاميليا. نعم. احنا كلمنا عن رأي إبراهيم وقلنا أنها طول الوقت المتهمة، نعم، بأنها كانت بلدها، أنها ما حقيقة رأي إبراهيم؟ رأي إبراهيم
للأمانة يعني تستحق صفحات أكتر من العدد الصفحات الموجود في هذا الكتاب. لكن وجودها ضمن المجموعة فرض الوقوف عند ملامح رئيسية وأساسية فقط في مشوارها بدون الدخول في التفريعات والتفاصيل. هي ابنة حارة اليهود، وفي رواية أخرى ابنة حي السكيني، وفي رواية ثالثة ابنة المنصورة. كل ما له علاقة بتاريخ حياة رأي إبراهيم يحتمل الخلط ويحتمل الاجتهاد أيضا، لكن إلا مصريتها، إلا مصريتها، وإلا ما اسمها راشيل إبراهام ليفي. وإن هي اشتغلت خياطة في فترة من الفترات، اشتغلت بياعة ملابس في محلات شكوريل، وانضمت إلى التمثيل في الفرقة القومية سنة 35 في أدوار عابرة سنوية لما أنشأها زكي توليمات، فرقة قومية مسرحية. ثم سنة 37 بيحصل أنه الفنانة الكبيرة بهجة حافظ كانت بتعمل فيلم اسمه ليلى بنت الصحراء، كان مفروض أن ليلى مراد هي اللي تشتغل معها الدور الثاني، اختلفوا على الأجر، فأشار عليها ماريو فولبي اللي هو مفروض اسمه على الفيلم مخرج، لأنه هي شركته في الإخراج، أنه يروحوا يشوفوا الفرقة القومية ويختاروا حد. فلقى واحدة قوامها ممشوق كده وجميلة من بتتحرك الأدوار الثانية والثالثة، فقالوا هي دي تلعب دور الدور الثاني بدل ليلى مراد، فالصدفة خلتها تشتغل في السينما. أحمد سالم شاف الفيلم، كان مدير استوديو مصر، خدها في سكتش كده قصير من إنتاج استوديو مصر، ثم أشركها في سلامة في خير، أول بطولة سينمائية ليها في سنة 37 مع الفنان الكبير نجيب الريحاني. نيازي مصطفى. وين يخرج نيازي مصطفى، أول أفلام نيازي مصطفى كمخرج، واحد من العلامات المهمة جدا في سبع في سينما الثلاثينيات خلينا أقولك. وحتى الآن والله. وطبعا طبعا. اشتغلت من 37 ل 44 45 مجموعة من الأفلام المهمة، لكن نقلتها الكبيرة جدا كانت مع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب في رصاصة في القلب سنة 45، والدويتو الشهير الذي حقق شهرة كبيرة لها اللي هو حكيم عيون، اللي احنا كنا بنسمع جزء منه خلال هذه الحلقة. رأي إبراهيم طول الوقت بتحيط نفسها بالغموض، تحيط نفسها بالسرية، مش مختلطة بالوسط الفني. عرف عنها عدائها للمصريات، عرف عنها غيرتها الشديدة جدا من فاتن حمامة بالتحديد، كانت بتشوف ان هي خطر عليها، ليها كثير من الممارسات في الوفود المصرية في المهرجانات الدولية، وقع شهيرة في مهرجان كان 49، يعني طول الوقت هي متهمة، وفي أشياء حقيقية، في اتهامات حقيقية ليها في عدائها للفنانات المصريات. هل بقى بحكم أنها يهودية جايز، هل أنها بحكم أنها غيرة فنية جايز، لكن هذا هو واقع. نفسها كانت بتغار من ليلى مراد، خصوصا أن هم كانوا زملاء في المدرسة، في مدرسة نوتردام في فترة من الفترات. لكن هي تزوجت، أسلمت، تزوجت مهندس صوت مصطفى والي، وهو أحد الرواد في هذا المجال في مصر. سافرت أمريكا أكتر مرة في الفترة من 52 ل 54، جزء من برضو علامات الاستفهام اللي أثيرت حولها الكلام فيما يتعلق باغتيال علامة الذرة المصرية سميرة موسى في سبتمبر 52. 54 بتيجي من أمريكا عشان تقدم فيلم جنون الحب، آخر أفلامها، إخراج محمد كريم، أحد الذين كانوا يؤمنون بها إيمانا مطلقا وعظيما، حاجة كده برضو زي مجنون رأية ومجنون ليلى. هي مقتطفات من كتاباته وشهاداته عنها، بيتكلم عن حاجة مثالية جدا. بالضبط يعني. كده طبعا هو يعني في مذكراته بقى اللي حكاها لمحمود علي بعد كده بيحكي بنفسه كتير من المواقف التي أثارت دهشته من رأي إبراهيم، انها تطلبه بالأجر رغم انه هو عمره ما طالبها بأجر. وإلى آخر يعني انها تتأخر، يعني كانت، بس هو في الحوار الأخير اللي كان معمول معها حضرتك نشرته بتكلم فيه عن اللواء نجيب، كان يعني لانه كان منشور سنة 52 قصاد حركة الجيش في امريكا، وكانت في امريكا وزي بيحبوه ونفسه منتظر الكلام بقى ايادة يعني. لا، وهي ده ليها صورة بتجمع تبرعات في حرب 48، وبس كانت واسعة العلاقات، السفير الامريكي، مش عارف الدكتور مال فين. فين التهمة بقى هنا؟ التهمة بقى من ساعة ما اختفت عن مصر سنة 54 واشتغلت في بعثة الامم المتحدة في نيويورك. ناس بتقول انه ان هي اشتغلت في الوفد الاسرائيلي هناك. هي طبعا ارتدت عن الاسلام بعد كده لما سافرت، تم طلاقها من مهندس مصطفى والي في السفارة المصرية في باريس قبل ما هو يستقر في فرنسا وهي تسافر الى امريكا، وكلام كتير جدا انا يعني بقيت متشكك فيه، درجة ان انا سألت كثير من الدبلوماسيين المصريين عن هل حد فيكو اختلط برأي ابراهيم او قابلها بالصدفة حتى في دهاليز الامم المتحدة، كلهم اجمعوا انه لا.
مفيش اي دليل على اي خالص حاجة. وعموما هذا مجال كتاب اخر متخصص في حياه رأي ابراهيم ان شاء الله يعني اتمنى ان انا اقدر انجزه وازيل كثير من الحقائق الخاصه بي. اما احنا هنعمل بقى حلقه خاصه عن كاميليا بعدين بقى بالظبط كده. لا ده في كاميليا ونجوى سالم وسعاد زكي واستر شطاح وصالح القصيم ده بقى اللي هيستمتعوا بقرايه الكتاب اكيد هيلاقوا كل ده. لكن احنا كاميليا تحتاج منا تامل في حلقه منفرده باذن الله لانها ظاهره كبيره كمان. عايز اشكر الاستاذ اشرف غريب كاتبنا الصحفي الكبير على هذا الامتاع العظيم لكتابه الممثلون اليهود في مصر. واشكركم والتقي بكم باذن الله الاسبوع القادم لدي اقوال اخرى. كنتم معا لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.